ليس العيب في السقوط لكن العيب في رفض النهوض مرة أخرى. ذلك ما ينطبق تماما على المنتخب الجزائري العائد إلى جو التدريبات للعودة بقوة. التركيز منصب على المباراة الثانية بعدما أصبحت الأولى في حكم الماضي. وأكيد باللي راح نشوف وجه آخر للمنتخب خاصة على الساعة 5 في المباراة الثانية. وفي أجواء تفاؤلية جرت الحصة الاسترخائية لمساء اليوم بحضور كل عناصر المنتخب الوطني التي تدرك أهمية اللقاء ضد مالي لاستدراك ما فات. المباراة حتكون صعبة، حتكون مع فريق كبير عندهم لاعبين نجوم كبار يلعبوا في فرق كبيرة ثاني. مي حنا ثاني كنا متيقين بالإمكانيات ديالنا وإن شاء الله نكونوا واجدين باش نجيبوا نتيجة مرضية إن شاء الله. حنا كلاعبين رانا عازمين باه نقدموا مقابلة في القمة اللي تعكس المستوى تاع الفريق الوطني. الحصة الاسترخائية جرت أيضا تحت أنظار بعض أنصار المنتخب الذين يتنقلون بين الفندق والملعب للوقوف إلى جانبه والإطمئنان على أحواله. ماشي الفريق الأولي تعثر في المباراة الأولى، كان فرق كبيرة وتعثرت في المباراة الأولى وراحت للنهائي وإن شاء الله يفوزوا في المباراة الثانية والثالثة وإحنا رانا معاهم إن شاء الله. رغم الهزيمة إحنا نشوفوا معنويات مرتفعة للمنتخب الوطني وإن شاء الله يكملوا في هذا المشوار ويفوزوا بالمقابلتين اللي تبقاو ويروحوا بعيد إن شاء الله. نهار الخميس إن شاء الله راح نلعبوا على الساعة 5 بإذن الله، إن شاء الله راح يكون تكون المقابلة أحسن ونتيجة إن شاء الله تكون إيجابية للمنتخب الوطني. وين تروح للجزائر نكونوا معها إن شاء الله. في السنغال، في السودان، في الهند، في المريخ، رايحين رايحين. العودة إلى أجواء التحضير للمباراة الثانية حملت الكثير من مؤشرات التفاؤل، وليس ذلك بغريب عن منتخب اسمه الجزائر.